عبر الهاتف مراسلنا من كربلاء الزميل طارق. طارق الخفاجي، بداية مرحبا بك طارق في حصاد هذه الليلة. يعني عدسة الرشيد واكبت فرق الدفاع المدني في العثور على المفقودين في حادثة القطارة، كم وصل عدد الضحايا والإصابات وهل ما زال هناك مفقودين؟ تفضل لك الكلمة. نعم مرحبا قصي، رغم فقدان الأمل أو يعني استحالة وجود ناجين آخرين، فإن عمليات البحث تحت وبين الأنقاض بموقع الحادثة، حادثة انهيار التل الترابي بقطارة الإمام علي، ما تزال مستمرة من قبل فرق الدفاع المدني والجهات الساندة لها. فبعد أن تم استخراج خمسة جثث بينهم ثلاث نساء وطفل وشاب، وأيضا إنقاذ أو انتشال ستة أشخاص آخرين مصابين خلال عمليات البحث ورفع الأنقاض خلال ال 24 ساعة الماضية، يتم الآن البحث عن ضحايا آخرين. من المتوقع أنهم ثلاث أشخاص من تحت الأنقاض، وهنالك احتمالات لوجود هؤلاء الأشخاص محصورين داخل الأنقاض بسبب يعني لم يتم تحديد يعني مكانهم تحديدا، لكن العمليات تجري بشكل انسيابي، ربما قد يكونون على قيد الحياه او قد توفوا. ففي كلا الحالتين ان عمليات البحث بين الانقاض لن تتوقف حتى التاكد من اخلاء يعني الجميع، خصوصا ان عمليات البحث تسير بشكل اسرع في الساعات الاخيره بسبب اشراك عدد من الاليات الكبيره في هذه العمليه، حيث تمكنت فرق الانقاذ من عمل فتحه كبيره لدخول الآليات الخاصة برفع الأنقاض. نتحدث قصي اليوم عن محاولات مستمرة وجهد كبير واستثنائي ودون ملل أو كلل من قبل فرق الدفاع المدني التي تؤدي واجباتها بشكل ممتاز جدا، فهي تعمل منذ أكثر من 24 ساعة ليلا نهارا في مكان الحادث أيضا، وبتوجيه من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي مساء اليوم إلى مكان الحادث، واطلع بشكل مباشر على سير عمليات الإنقاذ التي لم تهدأ منذ أكثر من 24 ساعة، أملا بالوصول إلى ناجين أو جثث لمواطنين محصورة تحت الإنقاذ. وأيضا في تطور جديد، وجه محافظ كربلاء المصيف الخطابي بغلق مكان القطارة بشكل نهائي، وقال أنه سيمنع المواطنين من الوصول إلى هذه المنطقة لأنها تشكل خطورة على حياتهم في الفترة القادمة. طيب طارق، حدثنا عن السقوف الزمنية، هل هناك سقف زمني لعمليات البحث؟ هل هناك توقعات أو توقع متى سيعلن اكتمال عمليات البحث؟ نعم، لم يحدد الجهات، لم تحدد الجهات المعنية من بداية الدفاع المدني سقف زمني لانتهاء عمليات يعني انتشال الجثث او انتشال احياء من تحت الانقاض، فالعمليات ما تزال مستمره. هناك صعوبه بسبب ضيق المكان للوصول الى الجثث داخل يعني بين الانقاض، فبالتاكيد الساعات المقبله ستكون يعني سننتظر خلال الساعات المقبله احتماليه اعلان توقف عمليات البحث بعد انتشال او التاكد من يعني اخلاء جميع الجثث الموجوده تحت الانقاض. نعم، من محافظه كربلاء الزميل طارق الخفاجي مراسل الرشيد، شكرا جزيلا لك.